انا قبل بس ما ادخل في الدوريات ونسخن كده مع بعض، عايز اسال دكتور وليد على حاجه تخص منتخب مصر. خلاص احنا يعني داخلين على موجتين مهمين نبدا بيهم من تصفيات كاس عالم، قصه صلاح والنني واحمد ياسر ريان، يعني واضح كده انه في مشاكل مع المحترفين. شايفها ازمه ولا شايفها ممكن الحل فيها سواء بالتفاهم والتراضي او باللجوء بقى للقنوات الرسميه؟ هو طبعا كل المشاهدين، اولا طبعا برحب بمينا وسعيد ان انا موجود معاه النهارده. كل اكيد المشاهدين متابعين ومهتمين وعارفين تفاصيل الموضوع بدا ازاي، لكن خلينا نتكلم عن اخر المستجدات. ان النهارده انفانتينو بيخاطب رسميا بشكل رسمي بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني ان يكون فيه، وكمان عمل مخاطبه شبه رسميه لرابطه الليجا، رابطه الانديه الاسبانيه او رابطه الدوري الاسباني، ان هم يخففوا أو يستثنوا اللعيبة الدولية اللي هتتعرض لحظر ومنعتها أنديتها من انضمام للمنتخبات بلادها وفقا للقانون البريطاني والقانون الإسباني. والحقيقة إنفانتينو كان ذكي في هذا الخطاب أو هذا يعني البيان الصحفي، لأنه قال لبوريس جونسون يعني أنا منتظر منكم تعملوا اللي عملتوه في اليورو. واحنا كنا مع بعض في اليورو، بس اليورو كان في ايد بتوجع يعني. ما هو اليورو قال له هنقل لك الفاينل. طبعا فهو قال له طب ماشي نجيب ورا مفيش مشكله. طبعا فهو قال لهم يعني ان انتوا عملتوا ده قبل كده، انتوا مش قوي يعني مش ريستريكتد قوي، انتوا ممكن تمشوا الدنيا تمشي. 60 لاعب، انت بتتكلم في 60 نجم من نجوم المنتخبات، طبعا ظلم كبير جدا لمنتخباتهم. بتتكلم عن محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، اليسون، فابي، طبعا هو معظم اللعيبه ليفربول لوحده عنده اربع لعيبه معرضين للحجر، دينسون كافاني كمان مع مانشستر يونايتد، والقائمه تطول الى 20 نادي انجليزي عندهم لعيبه هيتعرضوا للحظر عقب عودته. اعتقد مع الضغط اللي عملته المنتخبات او الاتحادات الوطنيه، طبعا الاتحاد المصري المفترض انه عمل مخاطبه للفيفا وفقا للكلام اللي جاي لنا من جانب اتحاد الكوره، الله اعلم ده حقيقي ولا لا، لكن في اتحادات كتير جدا على راسها الاتحاد البرازيلي بيضغط على الفيفا انه يتدخل، لان الفيفا من اهم مهامه هو توفير اولا ضمان ان كل المنافسات تكون عادله ويكون فيها يعني ايوه. انت بتتكلم يعني انت بتتكلم في مصر في صلاح والنني، انت بتتكلم في البرازيل في نص المنتخب البرازيلي. طبعا مش هيلعب. وانت داخل كل والغريب كمان ان حتى القايمه الريد ليست البريطانيه ما فيهاش ولا دوله اوروبيه، يمكن تركيا الوحيده وهي كمان خارج الاتحاد الاوروبي، يعني ما بيعتبروهاش دوله اوروبيه قوي، لكن القايمه كلها يا اما دول اسيويه يا اما لاتينيه يا اما افريقيه. فطبعا ده شيء يبتعد تماما عن العداله. الفيفا كان عنده تصريح فعلا للانديه ان هي تحتفظ بلاعبيها لو الموضوع هيعدي حظر 5 ايام او حجر 5 ايام عقب عوده اللاعب وفقا لقانون البلد، لكن الحظر ده تم رفعه او التوصيه دي تم رفعها من شهر ابريل وفقا لتصريحات قادمه من الفيفا. وبالتالي حق الاتحاد المصري كامل الحق انه يستعين بمحمد صلاح ومحمد النني لمنتخب مصر، واتمنى ان احنا نتمسك بحقنا ده، لان زي ما ليفربول ومن حقه طبعا ليفربول يدافع عن مصالحه ومن حقه يحتفظ بلاعبيه، واكيد هو هيتاثر بشكل كبير، لكن احنا كمان انت بتتكلم عن تصفيات كاملة مش هيلعب فيها محمد صلاح، ده إذا سمحوا لنا إنه يلعب مباراة الجابون فقط في الجابون، لأن الـ3 مباريات في مصر، مصر ريد ليست، الأنجولا في أنجولا ريد ليست مش هيجي محمد صلاح، وكمان ليبيا لما تيجي تلعبها بره غالبا هتروح تاخدك في تونس علشان إحنا نلعب من غير صلاح والنني برضو. وتونس ريد ليست. وكمان أنت لو صعدت ويمكن قرعتك توقعك في تونس أو جنوب أفريقيا فمحمد صلاح كده مش هيلعب معانا ولا ماتش في التصفيات. فطبعا ده والنني طبعا وتريزيجيه كمان لما يرجع بالسلامة ان شاء الله، فانت بتتكلم عن خساره كبيره جدا طبعا. وحاجه ما ينفعش تحصل في الوقت الصعب اللي احنا فيه وفي منافسه مهمه زي صفاقس. هنتابع التطورات.